إن كنت من مشاهدي المسلسلات والأفلام الهندية فهذا الفيديو موجه لك خاصة، حيث جمعت لكم فيه ترددات قنوات الأفلام الهندية على القمر الصناعي النايلسات بعد التغيير الجديد في الترددات. أنا غادة وهذه قناتي بفريكونسيز، تابع معي الفيديو إلى النهاية لمعرفة المزيد. سلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبائي المشاهدين، تحية كبيرة جدا مني إليكم، شرفتوني ونورتوني بحضوركم وتواجدكم معي في القناة. ومن لم يكن منكم مشتركا فليشترك فضلا في عفوا فضلا وليس أمر، وفعل زر التنبيهات ليصلك كل ما نقدمه من ترددات جديدة وقنوات جديدة. إذا فيديو اليوم موجه لكل محبي وعشاق الأفلام الهندية والمسلسلات الهندية، وجمعت لكم في هذا الفيديو الترددات الجديدة لهذه القنوات على القمر الصناعي النايلسات. تابعوني إلى نهاية الفيديو لأن هناك الكثير من طلبوا مني ترددات هذه القنوات الهندية. إذا نبدأ في تقديم ترددات القنوات، ونبدأ أولا بقناة MBC بوليوود، حيث تبث على التردد 11.471، معدل ترميز 27500، والاستقطاب عمودي في. قناة حكاية هندي وسهر هندي تبث على التردد 11.179، معدل ترميز 27500، والاستقطاب أفقي H. قناة زي أفلام زي ألوان بيفور يو بلاس بيفور يو أفلام على التردد 11.277، معدل ترميز 27500، والاستقطاب عمودي فين. قناة دراما ألوان 11.595، معدل ترميز 27500، والاستقطاب عمودي فين. قناة وعد تي في تبث على التردد 11.096، معدل ترميز 27500، والاستقطاب أفقي H. بهذا أكون قد جمعت لكم ترددات القنوات الهندية على نايلسات، وأتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم. مشاهدة طيبة وممتعة أتمناها لكم أحبائي، ولا تنسوا الضغط على زر لايك لهذا الفيديو دعما وتشجيعا لنا كي نستمر. دمتم ودام الوفاء بيننا، إلى اللقاء.